شنو درت ليها انا باش تخرج تشواني فهاد العمر هذا وما كندير حتى شي حاجه؟ انا لو كان نعرف الام بصح سكتو ما تقولوش على بنتي ساري كول هي التاليه، اسمحوا لي كنذكر الاسم ديالها، ولكن كنشوف انا بعض المرات كيطلعوا لي اللايفات ديالها كتقول لهم الا بنتي هذه ساري كول اللي عارفها الجميع اشنو كتسوى. كتخرج تدافع على بنتها وبقى فيا لان الام ديالي كتخدم بيا في اليوتيوب، وكيبقى فيا الام ديالي وسخات الشرف ديالي، كيبقى فيا ان الام ديالي خرجت وخلت الناس تهضر فيا وتشفى فيا وخلت الناس تعايرني باقبح الكلام. الام ديالك تخرج وتقول فيك هاد الهضره، انا كيبقى فيا الحال صراحه، كيبقى فيا الحال بزاف لواحد الدرجه ما تقدروش تصوروها، وكنكمدها في قلبي، وفي التالي كنتسمى انا اللي كنتسمى في التالي غلطه وانا اللي ما مزياناش. ماشي واحد سكت على واحد الهضره هو اللي غلط، ماشي بحيث انا ديما ساكته يعني انا اللي غلطه، وواحده كتخرج تهضر يعني هي اللي على حق، كتخرج تهضر بحيث كتربح فلوس على داك اللايفات وعلى داك الشيء، كتربح فلوس على داك الفيديوهات. كيفاش انا الا زوجت بنتي ما بقات لي خدمه؟ كيفاش هاد الهضره هادي؟ والله ياخذ الحق وما كنسمحش يوم الدين وما نسمحهاش. بزاف الناس كيعيطوا لك ويقولوا لي احسن والديك البنت ما دايرهاش ودابا ربي، لان راه ربي كيشوف وانا ما دايره لها حتى شي حاجه وما غنسمحهاش، وخطلب السماحه لان غلطه طول العمر. السر ديالي غادي يبقى مدفون في قلبي، ما عارف حتى واحد قصتي، انا اللي عارفه والله انا والله اللي عارفين.